ايه ناطرين بقى الطيارين، مغامرة كتير حلوة. ايه شوف اجوا كلهم واخيرا اكتمل الفريق. مرحبا، كيفك؟ تمام، شو اخبارك؟ منيحة، شو اخبارك؟ مرحبا اهلي. كله تمام، كيفك زميلة الدفعة؟ اهلا. منيحة زميل، شو اخبارك؟ منيح، اهلا وسهلا. اهلين فيكي سيدي. اهلين، اهلا وسهلا سيدي. اهلا وسهلا. شو الاخبار؟ اهلا وسهلا. اهلين فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اخبارك منيح؟ اي والله زمان. اهلا وسهلا بالكل. والله لو سهلا فيك. منيح الحمد لله. لو ما كان موجود كنت راح استغرب. كيفكم شباب؟ اهلا وسهلا. اهلين. اهلين. كيفك زميل؟ شو عم تعمل هون؟ اجيت معكم. اهلا وسهلا. اهلين فيك، كيفك؟ منيح. شو الاخبار؟ تمام. يمكن نطلع بالطياره الساعه 3 الصبح. والله كل شيء وارد. هذا المقدم ألبير، ما بستغرب ابدا. شباب هلا بدي اسالكم سؤال. عفوا بعتذر منكم، رح ارجع عيد. صبايا وشباب بدي اسالكم سؤال، كانه عم نبالغ شوي بخصوص المقدم ألبير. تمام، طيار شاطر، بس كل القصص اللي حكوها عنه فيها مبالغه. بقدر اثبت لك واحده من هالقصص. سمعتوا بحادثه مناورات الناتو قبل 3 سنين؟ قصدك قتال الشوارع؟ برأيي إنه وحدة من هالإشاعات. يمكن تفكروها إشاعة لما بيجي شخص وبيقتل مجموعة أشخاص بالعصاية، بس هي حقيقية. كنت هنيك؟ لا، شفت مقطع الفيديو على الموبايل. يعني الحادثة حقيقية؟ يلي سمعته ولا شيء قدام الحقيقة. اتسكرت القصة وقت تدخل العميد البولوني، لأنه وقف جنب المقدم ألبير، قال إذا قربتوا من هالزلمة رح أقتل كل يلي هون. شو هالحكي؟ والله حلال عليه. حلال عليه. يعني بسبب هالحادثة منعوه من الطيران؟ لا، قرار منعه من الطيران موضوع تاني، عم يقولوا لأنه خالف الأوامر. بصراحة ما بعرف كل التفاصيل. ايه صح. ها إجا المقدم ألبير، اصطفوا. يلا انتباه. أهلا وسهلا فيكم معنا شباب. شكرا. ما صحت لي فرصة أتعرف عليكم. معكم المقدم ألبير سواري، نقيب أوميت، رئيس ميكانيكي خط الطيران بالأسطول. عنصر كتير شاطر وطبعا منقدر نعتمد عليه بكل الأمور. شكرا سيدي. استريحوا واسمعوني. كلفتني القيادة بتشكيل الأسطول الحرمي وعشرة، وحسب صلاحياتي بستدعي الطيار اللي بيعجبني وبقيمه. لازم يقوم الأسطول الحر بأخطر المهام، وطبعاً رح يكون الأسطول مكون من طيارين على مستوى عالي. رح نستخدم الأسلحة والتقنيات الخاصة اللي طورناها بإيدينا، ورح نكون على اتصال مباشر دائماً وبالتنسيق مع الأقمار الصناعية. كلفونا بمهمة تنفيذ عمليات حساسة، وطبعاً مسموح ننسق مع الوحدات الاستخباراتية وبقية القوات المسلحة. كلكم اجيتوا لهون بصفتكم من أفضل طياري القوات الجوية. التدريبات اللي عملتوها بتقدر تخليكم بأعلى مستويات المعايير العالمية المقبولة على صعيد العالم، ولهالسبب مضطرين نرفع مستوى الأسطول لمستوى أعلى من المستوى الحالي، ولهيك رح نعمل تصفية. مو الكل رح يفوت على الأسطول 110. إذا في حدا ما بده يشارك بالتصفيات بيقدر يروح، رح أتفهم وضعه. اللي بده يشارك بالأسطول لازم يكون هون بكرة الصبح الساعة 4:30 ببدلة الطيران. بالتوفيق للجميع. شكرا. شو هذا هلا؟ صراحه